حروب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. يا جموع الناس قد آن الأوان، آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العناد بالفؤاد والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيمون، بقلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمارين تطبيقية، أسئلة وحلول. أميز بين الأمر والنهي الحرفي من الاستلزام في الجمل التالية. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. أسلوب أمر استلزامي يفيد الدعاء والطلب، لأننا نحن أقل درجة من الله تعالى بالطبع. جملة أخرى: قال لابنه: اهتم بدروسك فهي مفتاح مستقبلك. اهتم بدروسك فهي مفتاح مستقبلك. في نظركم أعزائي التلاميذ، عندما يقول أب لابنه اهتم بدروسك فهي مفتاح مستقبلك، بماذا سيحس الابن؟ إذن سيحس الابن أن أباه يشجعه، يحثه على السعي ويرغبه في الاجتهاد، وبالتالي فأسلوب هذه الجملة هو أسلوب أمر استلزامي يفيد الحث على السعي أو الترغيب. لدينا جملة ثالثة وهي: عودي يا أيام الطفولة. عودي يا أيام الطفولة، إذن هنا الفعل فعل الأمر عودي مع من نتحدث؟ مع أيام الطفولة، وأيام الطفولة شيء غير عاقل، وهل يمكن أن تأتي هذه الأيام؟ لا يمكن. إذن فنحن نتمنى، وقلنا أن التمني يكون مع التحدث مع شيء. أسلوب أمر استلزامي يفيد التمني، يفيد التمني. جملة رابعة وهي جملة: ابحث في الكتب أو مواقع الأنترنت. بمجرد رؤيتكم هذا الحرف أو فأنتم تفهمون أنه للتخيير، يخير الشخص، وبالتالي فهذه الجملة تحمل غرض التخيير. أسلوب أمر استلزامي يفيد التخيير. جملة خامسة: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا بمعنى النهي، لكن هذا النهي ماذا يفيد؟ إذن فهو أسلوب نهي حقيقي، لأن الجملة لا تحتوي على أي شيء يبين مع من نتحدث، من يتحدث مع من، وبالتالي فهي أسلوب نهي حقيقي بمعنى نهي حرفي. أما إذا وجدتم مثل هذه الجملة في الامتحان الجهوي وقالوا لكم حددوا الأسلوب الاستلزامي الموجود في هذه الجملة، فهذا يعني أنكم عليكم أن تبحثوا عن المعنى الاستلزامي من الجملة. وهذه الجملة لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، سنقول أن معناها إذا تحدث الشخص مع صديقه فهذا بمعنى النصح والإرشاد. أما إذا تحدثنا معه وكنا في حالة غضب فنحن نوبخه، خاصة إذا قام بعمل قبيح. قد سرت في درب الكرام عظيما، ومضيت تسلك بالرشاد سبيلا.